كاسترو مثل أريال كاسترو الذي احتجز 3 نسائين أمريكيات لمدة 10 سنوات أمام محكمة في أوهايو. المحكمة وجهت إلى كاسترو البالغ من العمر 52 عاما تهم الاغتصاب وخطف كل من جينا دي خيسوس وميشيل نايت وأمون دابيري وابنتها جوسلين التي أنجبتها والدتها خلال فترة احتجازها، في حين برأ القضاء شقيقيها بعدما تبين أن أريال كاسترو هو المسؤول الوحيد. وقد تم تحرير النساء الثلاثة قبل يومين بعد أن سمع أحد الجيران صراخ أمون دابيري التي اختفت عام 2003 وكان عمرها آنذاك 16 عاما، في حين اختفت جينا دي خيسوس منذ عام 2004 بينما اختفت ميشيل نايت عام 2002 وكان عمرها 20 عاما. وفي انتظار تعافي ميشيل نايت المتواجدة في المستشفى حالياً، عادت كل من جينا دي خيسوس وأمون دابيري إلى أسرهن.